يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وأقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني. أسر به ليلي وأضمي جوارحي، أسبل بفيض دموعها جفاني. أمزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنا الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني.
ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني. فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان ندى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أي يا عبادي انصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهديان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهية وليكن رب البرية وليقل سبحان. فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهوان أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني.
قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني. من قال إن حروفه مخلوقة فالعنه ثم اهجره كل أواني. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغبان. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة واني. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني. كن في أمورك كلها متوسقا عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان. الله قد علم السعادة والشقى وهما ومنزلتهما ضدان. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان. دم بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان. ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران. والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان.
والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها ثنتان إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان
والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان. والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان. كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران. إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان. إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان. لا تفترن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى اثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان. لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه.